وبأولى فقراتنا الصباحية رح نفرد للمساحة الطبية وحنروح لنحكي عن موضوع الأسنان. ودائما نحن ضمن صباحاتنا منضوي على موضوع الأسنان وأهمية التوعية والمعالجة المبكرة. دائما يا هادي بيصل المريض لعند طبيب الأسنان بالحالة الإسعافية، هي فوبيا يعني تقولي متوارثة، هذا الخوف من طبيب الأسنان. اليوم رح نحكي عن المعالجة اللبية، شو يعني هي المعالجة، شو هي أمر أكثر الأمراض انتشارا بسبب هي المعالجة، كيف عم يكون التشخيص وأيضا طرق العلاج. صحيح يا رشا، ذكرتي نقطة أنه اليوم يمكن أغلبية الناس بتخاف من دكتور الأسنان تمام، فما بالك إذا عم بيقلك أنه بدي أسحب لك العصب، هون المشكلة. أنا بيزعجني وقت اللي يسحبه بقول له وينه، بقول له طب وينه. تماما، بس يمكن اليوم في أشخاص ما بيقدروا يسحبوا العصب، أو بتختلف اليوم الحالة من شخص للتاني. اليوم مشاهدين عم نحكي عن المعالجة اللبية أو سحب العصب. كثير من الأشخاص ممكن يتعرضوا لمشاكل بأسنانهم، التهاب أو نخر، ويلجأوا لسحب العصب. لنعرف تفاصيل أكثر عن الموضوع، أهمية الفحوصات الطبية، وإمتى ممكن فعلا نلجأ لسحب العصب، تفاصيل مهمة مع ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو الدكتور يزن موفق الطن، الاختصاصي في مداوات الاسنان والمعالجه اللبيه. صباح الخير دكتور. صباح اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك حكيم، واهلا وسهلا بحضرتك. اليوم ما بتزعجكم فكره انه انتم عاملين فوبيا للناس؟ والله هيك وهيك، يعني هيك وهيك. اهلا وسهلا. اليوم دائما يعني وخاصه بالاسنان المراحل الاولى بتكون هي بتوفر رحله العلاج عند الطبيب او المريض. اليوم عم نحكي عن المعالجه اللبيه، شو هي اكثر الامراض انتشارا بهذه الحاله؟ والله هلا المعالجه اللبيه هو نطاق جدا واسع. المعالجه اللبيه بترجع نحن بنقول انه حسب وضع العصب، في عنا التهاب لب مثلا ردود، ممكن التهاب لب غير ردود، التهاب لب حاد، التهاب لب مزمن، ممكن نوصل بسبب اهمال المريض لتموت لبي اللي هو الخراجات والانتفاخات. نحن عم نحكي عن العصب هون بالمعنى اللبي. تماما، عن العصب نحن مثلا ممكن النخر يكون يعني مبكر، التهاب عصب ردود، التهاب عصب غير ردود، ممكن اهمال المريض اكثر، ممكن يوصل لتموت لبي والخراجات اللي احنا بنعرفها. تمام دكتور، خلينا نتوسع اكثر بالموضوع ونعرف المشاهدين اكثر. اليوم شو سبب هي الامراض اللبيه؟ هل ممكن سلوكيات خاطئه من الاشخاص اليوم بكيفيه الحفاظ على صحه اسنانهم، او ممكن يكون شيء وراثي؟ خبرنا تفاصيل اكثر. والله هلا بالمقدمه نحن كلنا بنعرف انه سبب التهاب العصب هو النخر السني. تمام، بعدين بتجي عندك اسباب، يعني ممكن اسباب نخريه واسباب غير نخريه. الاسباب النخريه اللي هو النخر اللي احنا بنعرفه، سوء العنايه الفمويه بالنسبه للمريض، التفريش الخاطئ، بيقول لك مريض انا فرش اسناني 4-5 مرات، ليش منخورين اسناني؟ وهو بيكون اساس تفريش خاطئ. اسباب غير رد، اسباب رضيه، ممكن اسباب تقويميه، او ممكن رد على السن مثلا تعمل له التهاب لب. طب اليوم وقت اللي بيكون بيجي لعندك المريض وعنده مشكله ما بالفم وبتكون المشكله لبيه، كيف بيتم تشخيص الحاله انه اليوم المشكله الموجوده عندك هي مشكله لبيه؟ تمام، هلا اول شيء نحن في عندنا تشخيص شعاعي، نحن نقول صوره البانوراما تبع المريض بيجيبه وبيجي على العياده. ما بشعه دكتور، بتطلع باسنانك انه انا هيك. تمام. وهلا صار في عندك تصوير ثلاثي الابعاد او سي بي سي تي نحن بنقول له. والقصه المرضيه، قصة المريض اللي هو نحن أول ما يفوت المريض على العيادة نسمع قصته المرضية مثل ما بيقولوا من الـ A to Z، نسمع قصته المرضية، وبناء على ذلك الأمر نحن بنحدد وضع اللب شو هو، وضع المعالجة شو هي أساسا. فالقصة المرضية هي 3/4 المعالجة. تمام دكتورة، قبل ما نبدأ حديثنا مع حضرتك خبرتنا أنه ما في داعي أحيانا نحن نسحب العصب من السن، طيب شو هي الحالات اللي فعلا نحن خلص مو قادرين أنه نسحب العصب وقادرين نتكيف أكثر ونتأقلم مع السن الموجود؟ تمام، هلا هو وضع اللبيه مثل ما خبرتكم، انه وضع اللبيه والقصه المرضيه هي بتحكم بكل شيء. هلا نحن احيانا كثير ما بنضطر نسحب عصب، مثلا ممكن بناحيه تجميليه، هلا كثير دارج موضوع الهولود سمايل والقصص، نحن ما بنضطر نسحب عصب، هلا في دكاتره بتسحب عصب بالهولود سمايل، هو غلط. تمام، يعني السن ما فيه شيء، او السن ما له ملتهب عصبه او ما له مخور، ما في داعي نسحب عصبه بالهولود سمايل، ما في داعي ابدا. وضع النخر او وضع السن هو اللي بيحدد لنا نحن نسحب عصب او نحافظ على جزء من العصب او نسحب العصب كامل اساسا. طيب ليش يعني يمكن بعض الاطباء بيروحوا لهذا الاجراء بالمواضيع التجميليه مثل الابتسامه او شيء، بخافوا فيما بعد من الانتكاسات انه يصير في عنده مشكله بالعصب يضطروا انه يشيلوا التلبيسه كامله، ممكن يكون هذا الاحتماليه يعني عندهم؟ تماما اكيد هلا في احتماليه، بس نحن وقتنا نحن نعمل ابتسامه هوليود ضمن ظروف مثاليه، مثلا ترطيب مناسب اثناء البرد الاسنان، طبعه مناسبه، ختم حواف مناسب، بصير احتمال كثير ضئيل. هلا ما بقول لك احتمال معدوم، بس احتمال كثير ضئيل انه يلتهب العصب تحت التلبيسات. تمام،
فنحن قد ما يعني قد ما حاولنا نحافظ على العصب هذا شيء كثير بكون افضل طبعا يعني. اكيد تمام دكتور. كلنا نعرف انه سحب العصب هو اجراء طبي اليوم كثير صعب ومزعج ومؤلم اليوم للاشخاص. طيب نحن بعد ما نسحب العصب كيف ممكن نتعامل مع هذا السن؟ ممكن ناخذ ادويه مسكنات معينه؟ كيف ممكن نخفف اليوم من الوجع؟ هلا معظم المعالجات اللبيه بتليها شويه ألم تمام، هو بتلاشى مع الوقت يعني يومين ثلاثه بروح الوجع. هلا اما نحن الحفاظ على الاسنان مثلا المعالجه اللبيا في عنا كثير، ممكن الحشوات التجميليه نحن نعرفها اللي نحن بنسميها حشوات كومبوزيت، حشوات ضوئيه، ممكن حشوات مصبوبه، ممكن الطبيب يضطر الى تلبيس السن قبل تاج حسب وضع السن وحسب حفرة السن وحسب نخر السن، يعني كل سن له قصة طابه وله معالجته وله ترميمه اكيد. طيب دكتور اليوم يعني في اطفال باعمار صغيره بنقول عن اليوم انه عندهم اسنان لبنيه يعني اللي هي بدها سقوط بالنهايه، ولكن احيانا بيكون في عندهم مشكله وبيكون بحاجه لسحب العصب، هل بيتم التعامل مع الاسنان اللبنيه مثل الدائمه؟ طبعا اكيد. هلا احنا مثل ما ذكرنا انه الاسنان اللبنيه لا تقل اهميه ابدا عن الاسنان الدائمه، و للاسف في فكره عند الاهل انه سن لبني بده يوقع لحاله الخراجات يعني نحن بنقول انه الخراجات بالاسنان المؤقته كثير بتعكس ضرر على الاسنان الدائمه، ممكن الخراجات تعمل مشكله تقويميه عند الطفل مثلا بالاسنان الدائمه، ممكن الخراجات تنتقل من الاسنان المؤقته للاسنان اللبنيه، ممكن تعمل سوء تصنع مينائي، في كثير قصص بتضر الاسنان الدائمه بالاسنان المؤقته. تمام. هلا بالفتره الاخيره اكيد التطور والتقنيات الحديثه دخلت بكثير من المجالات، واذا عم نحكي تحديدا عن مجال طب الاسنان، صار في اليوم علاجات حديثه دكتور بخصوص سحب العصب بحيث انه نحن نقدر نحافظ على هذا العصب بدون ما نسحبه؟ طبعا. هلا نحن بالمقدمه السن مؤلف من عصبين، عصب تاجي وعصب جذري. تمام. هلا نحن مثل ما قلت لك انه حسب التشخيص نعتمد على موضوع المعالجه، ممكن نحن نحافظ على نشيل اللب التاجي ونحافظ على اللب الجذري، يعني نحافظ على حيويه الجذر الموجوده، ممكن نضطر انه نحن مثلا ممكن يكون النخر مو واصل كامل للعصب، ممكن نعمل تغطيه مباشره بمواد خاصه، نكون عاج هو يدافع عن العصب، يعني نحن بنحاول بشتى الوسائل قدر الامكان نحافظ على السن بعصبه قبل ما نضطر نسحب عصب الجذر. لانه بتفقد ترويته، يعني في له اضرار وفي له منافع. اكيد اليوم موجود عصب السن له مثل ما قلت له عمل خاص بالاسنان وصحه والصحه الفمويه، اليوم بعد ما بيصير سحب العصب عند المريض ممكن يصير بعض الاختلاطات عنده، ممكن تضطر لاجراء اي اجراء طبي اخر؟ هلا ممكن مثلا بحالات الخراج او بحالات تموت السن ممكن سحب العصب ما يكون كافي، ممكن نحن نسحب عصب او نحن نعالج العصب ونضطر نعمل جراحه مثلا اكياس غير ما استجابت للمعالجات اللبيه، نحن بنعالج بنسحب العصب وبنحشي العصب وبعدين نضطر نشيل الكيس جراحيا، ممكن حالات تختلط جراحيا ولبيا. تمام. اليوم في يمكن اشخاص اذا عندهم امراض مزمنه دكتور، ان كان مثل السكري او الضغط او حتى المرأة الحامل، هدول الفئه من الناس هل هن قادرين يلجؤوا لهذا الاجراء الطبي الجراحي سحب العصب ام لا؟ هلا كله قدران يلجأ لسحب العصب، نحن مشكلتنا ما في مضاعفات يعني لا نحن مشكلتنا بموضوع فقط التخدير بهالمرحله هي، تخدير المرأة الحامل، تخدير مريض السكري او مريض القلب، كله له تقديره المعين او تقديره الخاص، نحن بس لما سحب العصب لا ما في مشاكل ابدا بهالموضوع هذا. لكن ليه دائما مريض السكر بيكون عنده مخاوف من اي اجراء طبي اليوم داخل الفم؟ يعني بتلاقي حذر جدا، بده يوقف المميعات، بده يكون ملتزم بالحميه قبل ايام من الاجراء الطبي. تماما. هلا مريض السكر بالاساس هو مريض ضعيف المناعه. تمام. هلا نحن بموضوع الخراجات بس نعالج الخراجات كثير بنعتمد على مناعه المريض بشفاه الخراجات. مريض السكري هو مريض ضعيف المناعه، تلاقي معظم اجراءات المريض السكري ان كان سحب عصب ولا ان كان قلع ولا ان كان اي شيء نحن مغطيه بصاد حيوي قبل ما نشتغل، هو افضل كمان مناعته، هو ضعيف المناعه. اما موضوع المميعات بالنسبه لمريض القلب ف نحن بس وقت القلع موقف مميعات، وقت سحب العصب ما في داعي ابدا. تمام. لانه هو التخدير بس نحن مشكلتنا بس من موضوع التخدير، سحب العصب لا طبيعي. كم جلسه نحن اليوم نحتاج لحتى نشيل العصب؟ جلسه جلستين او ممكن نحتاج اوقات اكثر من جلسه؟ لانه نسمع دكتور في كثير يمكن من الناس عندها اختلاف بشكل السن، عندها مشاكل معينه فبتلاقيها انه هي طولت لحتى سحبت العصب، خبرنا تفاصيل اكثر. لا سحب العصب عاده نحن بنعمله يعني
الافضل انه احنا نعمله بجلسه واحده نسحب العصب وننظف ونغسل ونحشي. هلا اللي بحدد عدد الجلسات هو وضع السن، اذا كان في خراش، كان في قيح، كان في تموت لبي، هذا هو بيحددني عدد الجلسات. يعني اليوم ما فيني احشي العصب اذا كان في قيح مثلا بقلب السن، نحن مضطر ليجف القيح، مضطر نحن نغسل كثير منيح ونقسم الجلسات كرمال يجف القيح بشكل تام، اذا ما جف القيح ما فيني احشي. فهو وضع السن بيحدد لي عدد الجلسات. ولكن احيانا بيقولوا يعني او الدكتور بيروح لاجراء جلسه واحده لازاله هذا العصب. هلا شائعا، انا ما بعرف طبيا اذا هذا الحديث صح، انت بدك تاكد لنا يا حضرتك حكيم اليوم، انه اليوم بيقول لك انه طبيب ما نو شايل العصب كله، في ضال منه شيء، هل اليوم طبيا العصب ممكن يبقى منه شيء داخل السن؟ طبعا نحن هي شغلتنا كاخصائيين، هي شغلتنا. ممكن كثير مثلا في عنا الارحاء او الدراس نحن بالفم، مثلا ممكن يكون ثلاث اقنيه واكثر، تمام. ممكن الطبيب يسحب على القناه، بتلاقي المريض انه سحب عصب بعدني موجوع، تمام، فمضطر انه مثلا يحوله عند اخصائي كرمال يكتشف هي القناه الثالثه او القناه الرابعه وين. ممكن يكون الطبيب مثلا مكاسر اداه بقلب السن، نحن هي شغلتنا بيكون انه استخراج اداه او تجاوزها كرمال نوصل لكامل طول الجزر ونحشيه. يعني بتصير هي الحاله يعني؟ طبعا كثير. طيب كرمال نحن ما نوصل لهالمرحله ونسحب العصب، كيف ممكن نقدر نحافظ على صحه اسناننا؟ دائما اكيد ممكن يتعرض السن للتسوس، للنخر، للالتهاب، ولكن كيف نحن قادرين نعالجهم بشكل مبسط قبل ما نلجا مباشره لسحب العصب؟ تمام. هلا الحفاظ على الاسنان هو شيء جدا مهم. اول شيء التفريش، تمام. الخيط السني هو اهم من فرشات الاسنان. انا بقول انه الخيط السني هو اهم من فرشات الاسنان لانه معظم النخور بتبلش من المنطقه الملاصقه بالاسنان. الريكول لطبيب الاسنان او مراجعه طبيب الاسنان كل 3-4 شهور، بنعمل له صوره بانوراما، بنروح بنحكي لطبيبنا الخاص، كل واحد اكيد عنده طبيب خاص، كل 3-4 شهور بنعمل له فحص عام لاسنانه بالاضافه لصوره شعاعيه، هيك بنتجنب نحن مثل ما بيقولوا انه بيلحق النخر من اوله قبل ما يصير بده سحب عصب. طيب دكتور، اليوم دائما ايضا طبيب الاسنان بيحذر، يعني ذكرت حضرتك انه خيط الاسنان، ولكن اليوم في طرق خاصه لاستخدامه، يعني في ناس عندها اياها عادي يوميه هاي القصه انه استخدامه، هل هذا الشيء صح طبيا او غلط؟ الخيط السني جدا مهم يوميا، جدا مهم. الخيط السني بيوصل لاماكن ما بتقدر توصلها فرشاه الاسنان. يعني اليوم نحن معظم النخور، برجع بقولكم، معظم النخور بتبلش من منطقه نحن بنسميها البروكسيمال كونتاكت او منطقه المنطقه الملاصقه بالاسنان، ففرشات الاسنان ما بتقدر تفوت لهالمنطقه هي. فالخيط السني، انا ما بقول انه خيط السني يعني بطل فرش اسناننا، فرشات الاسنان بعد تفريش اسنان الخيط السني هو اهم من كل شيء. بلكي عمل نزف دكتور، في ناس لسه ضعيفه يعني. هلا استخدام الخيط السني بطريقه لطيفه، تمام. هلا فرشات الاسنان ممكن اذا انا بطريقه قاسيه فرش اسناني يعني. تمام. حتى اذا فرشات الاسنان اذا كنت عم فرش اسناني انا بطريقه عنيفه كمان بده يصير نزف باللثه، فبطريقه فينا نقول شوي لطيفه، تمام، نحن بنحمي الحليمات اللثويه وما بصير نزف وبننظف الاسنان النخر. يعني تفاصيل يمكن جدا بسيطه رشا عن الفرشاي، ولكن تمام كثير من الاشخاص ما بيتقيدوا، حتى يمكن الاطفال، فلازم ننوه على هي الفكره. دكتور بالنسبه ايضا لسحب العصب، خبرنا شو في يمكن اخطاء شائعه بهذا الموضوع؟ اخطاء شائعه بسحب العصب، نحن في عندنا مثلا ممكن مثل ما خبرتكم سحب عصب ما يكون كامل للسن، ممكن يكون دكتور طالق قناه او اثنين. ممكن مثلا كسر اداه اثناء المعالجه عن قبل طبيب، ينكسر اداه سحب العصب. طبعا نحن بنقول انه مثلا ما بيكون الطبيب هو السبب، ظروف انه فوق طاقته ادت الى كسر الاداه. ممكن الطبيب هو عم يحفر السن، ممكن يكون في غلط بالحفره، ما التزم بالمعلم التشريحي الصح للسن، فهذا الشيء بيؤدي انه ضياع الطبيب بالحجره اللبيه، ممكن يضيع، فممكن يعمل انسقابات، يعمل كسر ادوات، فهذا الشيء يوصل لاخر الجسر. تماما تماما. فهذه معظم الاختلاطات هيك بتكون. اليوم بعض مثل ما قلنا الدكتور الاجراءات ممكن هي وقايه لمعالجه جدا طويله يعني، فاليوم زياره طبيب الاسنان الدوريه كثير مهمه. شكرا لحضورك اليوم والابتسامه الجميله، اهلا وسهلا. شكرا لكم، نورتنا، صباحكم. شكرا لك دكتور، واكيد بالصحه والسلامه للجميع.